نرجع للسكواش تاني نور الشربيني وعلي فرج توج ببطوله مصر الدوليه للسكواش طبعا انتوا عارفين نور الشربيني وعلي فرج مصنفين من الخمسه الاوائل طبعا نمسك الخشب كان نهائي خالص مصري في السيدات ونهائي مصري خالص في الرجال طبعا نمسك الخشب ويا رب نحافظ على كده وكان البطوله دي اتلعبت تحت سفح الاهرامات ابهرت العالم تنظيما عايز اقول لكم ان البطوله دي مجموعة جوائزها 540 الف دولار الحقيقه الاسكواش يعني من الرياضات اللي ماشيه بخطى كبيره ويمكن الدوله كان ليها دور كبير برضو ان هي بتعمل او اقامت مشروع الموهوبين في الاسكواش اللي طبعا بيشرف عليه الكابتن الكبير طبعا امير وجيه وفيه تقريبا حوالي 5 6000 ناشئ والحقيقه هذا المشروع ايضا اتجه لكل المحافظات عشان يكتشف مزيد من اللاعبين ومع ذلك الحمد لله احنا بنتصدر العالم كله في الاسكواش الف مليون مبروك لنور الشربيني وعلي فرج الفوز بالبطوله